الطلعه الثالثه لما طلعت تعمل المقارنات كنت خايف وقلقت اللحظه؟ لا لا خالص. لا لا خالص. لا لا بص انا دايما من النوع اللي انا مؤمن جدا ان اللي ربنا كاتبه لي انا هاخده، فانا اجتهدت على قد اجتهادي ربنا هيديني، بجانب طبعا الدعوات بتاعت الناس. يعني طبعا انا اجتهدت بس في جزء كبير جدا من دعوه الناس ومن دعوه امي ان انا يعني ان ربنا ينصرني وان حاليني في وشهم. فطبعا الحمد لله كنت طالع ومسلمها لربنا سبحانه وتعالى. طيب كان في لقطه فاصله يعني على المسرح، هم قالوا طبعا عشان بيبقى في دوشه كتير فالناس ما بتبقاش مركزه، فهم الحكام قالوا احنا معانا كارتين احتراف، بس ما حدش في القاعه خد باله من الكلمه دي. كل الناس مستنيه تسمع، هو عارفين ان احنا دايما بنبقى عارفين في الميزان ده بيبقى فيه كارت احتراف واحد، فاحنا ما كناش نعرف ان في كارتين. فانا كنت سامع من البدايه ان في كارتين، فنادوا على لاعب اولاني، اللاعب الاولاني ضايع ما ينفعش، مع احترامي ليه طبعا وتقديره، بس مقارنه مع اسلام الموضوع ما كانش ينفع تماما، يعني ان اسلام يخسر وده اللي ياخد الكارت. ف ادوا الكارت طبعا اسلام، انا حسيت في اللحظه دي، انت احساسك كان ايه بقى؟ اوصف لي احساسك قبل ما تنقل النقله. استغربت انا ما خدتش بالي اصلا برضو من الكلام. اتكسرت؟ لا لا لا, اتكسرت؟ لا لا برضو انا قلت بقول لك كل شيء نصيب، يعني ما كنتش هتبقى. لا 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 هو طبعا بص ما فيش حد بيزعل بي 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 ما بيزعلش من الخساره. طبعا انا كنت هزعل، بس طبعا مقتنع من جوايا ان كل شيء نصيب. قالوا الشخص الاولاني خد الميداليه وخد الكارت وتسقيف وتشجيع، وطبعا احنا انهارنا، يعني انا ومغرد ومحمد كمال وشيكو كنا منهارين في القاعه مش مصدقين. وبعدين فجاه قامت الحكام وقالت باللفظ او انا هترجم اللي هم قالوه، يعني الكارت الاساسي هيطلع دلوقتي، وكان من حظ اسلام طبعا انه قايلين رقمه، هو قاله بس رقمه من هنا، واسلام طلع خد خطوتين قدام. وانا بصراحه انفجرت، ما كنتش قادر امسك نفسي، يعني مغرد محمد كمال شيكو احنا كنا بنصرخ صريخ هيستيري لدرجه ان الناس في القاعه كانوا خايفين مننا، عارفين بيبصوا لنا بصات اللي هو انتوا هتقتلونا ولا ايه. بس الموضوع كان طبعا فرحه الفرحه بجد. وبعد كده الناس حتى قالوا لنا، كانوا بيسالوني وبيسالوا مغرد وبيسالوا كمال وشيكو، هو انتوا تقربوا له ايه؟ فاحنا بنقول احنا اصحابه. فالناس كانت بتنبهر ان احنا كلوز قوي، ان احنا مش اخوات او مش اهل، يعني لدرجه ان احنا فرحانين ومسافرين وراه ورايحين وراه نشجعه في البطوله. فخدت الميداليه وخدت الكارت وطلعت الخطوه اللي قدام ووقفت في نص المسرح. التروفي بتاع اسلام اهو، الكاس بتاعه، الميداليه في الاوتيل، خدت الكاس واتحط قدامك والميداليه. احساسك بقى انت بقيت محترف خلاص رسمي رسمي؟ احساس بالنصر طبعا، الحمد لله احساس جميل. بص طول ما انت بتتعب بجد وفي الاخر ربنا بيجازيك على قد تعبك ده، احساسك بالسعاده ما بيتوصفش، بالذات طبعا بعد الظروف اللي انت مريت بيها وان انت قدرت تحارب وانك قدرت تقاوح انك توصل لهدفك ده، احساس طبعا صعب ان اقدر اوصفه لك، يعني صعب. طب اسلام بعد ما بقيت محترف ايه المرحله الجايه؟ المرحله الجايه على فكره هتبقى اصعب مليون مره من المرحله الاولانيه، لسبب طبعا ان انت لازم تكيب كونديشن، يعني لازم تخلي المستوى الكواليتي بتاعك طول السنه يفضل في ده، بل بالعكس في الزياده، لان انت هتبتدي تنافس مع محترفين وميزان المية مش هيبقى موجود، فانت هتضطر ان انت تنافس مع المحترفين الاوبن كلاس اللي هو الوزن المفتوح. فالمرحله الجايه صعبه، انت مخطط لها ازاي؟ بص حته التخطيط دي بايد ربنا سبحانه وتعالى، اما لازم يبقى في خطوات يعني اضواء منوره عشان تمشي عليها. ما طبعا بس النور المضيء قوي بالنسبه لي ان انا الناس القريبه من اسلام عارفه ان انا بحب اكون عنيد، يعني مهما قابلت لازم اكون عنيد، فعشان اوصل للمرحله اللي جايه دي لازم اكون عنيد بقوه، لازم اكون في شراسه، لان في هدف اكبر وفي حلم اكبر انك تقدر توصل له، فكان الموضوع عايز عند اكبر واقوى من الاول. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يديني القوه ويديني المقدره ان انا اقدر اكمل اوصل للحلم الكبير. طيب اول عقبه هتقابلك، انا معلش بقى يعني بتكلم الصدمات بتاعت الواقع، يعني اول سبب الاحداث ليه؟ طيب ما اصل دي حاجه خلاص، دي حاجه حاجات ما عارفينها ان احنا هتحصل ازاي. انت بقيت محترف،
فانت بقيت خارج تغطيه الاتحاد المصري في المرتبات، هتعمل ايه؟ بص الموضوع ده ما ينفعش اصلا، لو لعبت بطوله محترفين ساعتها الاتحاد يقدر يوقف القبض بتاعي يعني او انت مش هتفعل الكارت. لا لما حد ما فعل الكارت دي حاجه، لكن غير كده وكده اصلا انا ما باخدش قبض. يعني الناس يعني برضه عشان الناس تبقى فاهمه، انا طول ما انا بره مصر حتى لو حاله انسانيه او غير انسانيه انا كده كده القبض بتاعي واقف طول ما انا بره مصر. فبالنسبه لك خلاص الموضوع مفيش اي تغيير. يعني عمل لي ايه انت دلوقتي؟ طبعا انا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، بشكر الاتحاد المصري، وطبعا لازم اشكر الناس اللي كانت بتساعدني، طبعا كابتن مجدي، كابتن هاني، عبود، عماد، مغرد. طبعا مغرد كابتن هاني مش كابتن هاني، انا كابتن هاني سعيد في اسكندريه. طبعا طبعا اخواتي ودايما في ظهري، ودايما كابتن شريف ابو ضيه. الناس دي انا طبعا مش عايز اكون ناسي حد، بس ربنا يخليكم. طبعا انا من غيركم او من غير دعوات الناس اللي بتحبني انا ولا شيء يعني. بس الخطوه الجايه احتراف، الخطوه الجايه بقيت على عهده نفسك خلاص. اول ماتش حابب تنزل فيه بمستوى يرعب، ايه الماتش اللي انت عايز تقف فيه؟ هو خلاص انت من حقك ان انت تشارك في الماتشات المحليه. خليها مفاجآت بقى، الحاجات دي خليها مفاجأة. ما بتحبش تقول؟ لا سيدي بإيد ربنا سبحانه وتعالى. انا يعني ساعتها انا بنوي مثلا المنيه لله ان انا هلعب مثلا كذا، وساعتها باخد الخطوات بقى. لكن انا دلوقتي ما بقدرش افكر، بشوف امتى اقدر يعني اقدر اخش واضرب ضربتي القويه، لما بشوف انا نفسي مؤهل نفسيا ان اقدر اوصل للهدف ده، فبنقي اللحظه الصح عشان اقدر اوصل لها. يعني طيب رجوعا لمصر، هل هتيجي تلعب في البطولات المحليه عندنا في مصر؟ احنا الفتره اللي جايه في سنه 2018 دي احنا عندنا فيها بطولتين فيها ارقام كبيره جدا، كل بطوله منهم فيها رقم فعلا كبير، هل ده يجذب اسلام انه يرجع مصر يلعب ماتش في مصر جوه ناسه عند ناسه واهله؟ بس ناسي هم اصلي، ناسي في مصر هم اصلي. انا اروح لمصر دي يعني كفايه بس ان اخش الجيمات دي، ده اصلي، دي حياتي، دي دنيتي اللي انا جاي منها. فبفضل الله انا بص انا الحمد لله رب العالمين، مهما رحت مهما جيت انا عمري ما بنسى اصلي. سيبك من حته الاصل دي خالص، ابعدها تمام. لكن ان انا العب في مطوشه فيها فلوس دي حسب برضه الظروف يعني. تحب اسكندريه اسلام؟ طبعا ليه؟ حياتي ليه؟ حياتي زي السمك لما بيطلع من الميه. طب قادر على البعد ده؟ لا طبعا متعذب منه؟ طبعا. في حد بيبقى مبسوط في الغربه؟ بس انا برضه زي ما بفهمك كده، الحياه عشان اقدر برضه اعيشها لاولادي هناك في مصر او انا اعيشها هناك. انا معاك النهارده صريح، يمكن اول مره الناس تعرف عني حاجات كتير. طبعا انا برضه عشان اعيش في بلدي بالمستوى معين او اقدر مثلا اعيش اولادي بحاجه، مش لان بلدي برضه للاسف برضه فيها حاجات ما بتعترفش بيها انك تكون بطل. ما بلاقيش نفسي الا من كلام الناس. الناس بتقعد تشكر فيا، الناس بتقعد تدعي لي، هو ده اللي بيحسسني انا عملت شيء. لكن بلدي ما بتدينيش يعني، مش طبعا مع احترامي بلدي فوق راسي، بلدي هي بلدي يعني. مش لا هو احنا هنقول ان احنا بلدنا هي عزيزه علينا، احنا بنطلب منها، لان احنا دايما البلد بتبقى زي الام، فاحنا دايما بنطلب من امهاتنا انها تقف جنبينا حتى واحنا عواجيز ولسه امهاتنا عايشه، فبنطلب منها. فمصر بالنسبه لنا امنا، فبنطلب منها. بس هي الفكره ان هي مصر امنا بتمر بازمه صعبه جدا وامكانياتها مش قويه. مش هنكذب ومش هنخبي ومش هندفن دماغنا في الرمل، هو فعلا امكانياتنا في مصر مش قويه. بس اسلام بقى محترف، بقى جامد، وقف على مسرح اولمبيا، مش على اي مسرح في اي بطوله ثانيه، وقف على مسرح اولمبيا وخد القرار انه ياخد الميداليه وفعلا خدها. اسلام انا مش عايز اطول عليك، مش عايزين نطول حبيبي على الناس. حبيبي هاني، انت اتكلمت كلام حلو قوي، اول مره تفتح قلبك جامد. في لقاءات جاية تانية مع اسلام، بس هو للأسف احنا لقاءنا مش هيبقى طويل لسبب ان اسلام فاضله تقريبا ساعة ونص على طيارته، لأنه هيرجع نيويورك ان شاء الله بسلامة الله ويوصل بإذن واحد احد نطمن عليه. فانت حابب تبص للكاميرا دي وتكلم الناس، حابب تقول لي ايه للناس وانت حصلت على ده بمجهودك الشخصي محدش ساعدك فيه؟ لا ومجهودهم طبعا، بركه الدعوات. بعيدا عن الدعوات، ما هو محدش كان بيشيل الدمبل يتمرن يعني في الدعوات يعني. اسلام برضه خليك بسيط، مش لازم بسيط. مش لازم تدي للناس
يعني هو ده طبعا ده تواضع منك، بس انت اللي عملت كل حاجه بفضل دعوات الناس طبعا، بس انت اللي عملت. يعني الناس كان ممكن تدعي لك يا رب يا اسلام تبقى كويس يا بطل، بس لما بتشيلش الدمبل وما بتاكلش وما بتتمرنش مش هتبقى. انا فاهم انا فاهم انت عايز تقول ايه، انا فاهم. انا حابب اسمع كلمه للناس من قلب اسلام، وبعد ما تسمع بعد ما نقول الكلمه دي انا عايزك تنصح الشباب تعمل ايه عشان يبقوا زيك في يوم من الايام. خلينا نخش بس في الاول في اول الجزء بس ايه، اتكلم للناس وقول نفسك تقول لهم ايه، اسلام نفسه يقول ايه للناس. اقول للناس طبعا انا بحب اشكركم جدا على كل دعمكم، وعلى الناس اللي بتحبني وبتدعي لي بجد من قلبها، تدعي لي بجد من قلبها ان انا اكون حاجه او ان انا اكون بطل اقدر اشرفهم. انا بشكركم جدا، انا بحبكم جدا والله العظيم، بحبكم في الله. وبشكركم جدا على دعمكم ليا ودعواتكم ليا، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واتمنى من ربنا انه يقدرني ان اقدر دايما اشرفكم. اما نصيحتي بقى للابطال اللي موجوده في مصر والابطال اللي جايه، انت من غير حب الناس، من غير حب الناس انت عمرك ما تبقى بطل. حب الناس ده اهم شيء. اسلام معلش سؤال سريع كده، انت بتخاف من الحسد؟ بسلمها لله. ما بتخافش منه او ما بتعتقدش فيه؟ بسلمها لله. بس انا بشكرك شكرا جزيلا على اتاحه الفرصه ان انا اصور معاك. انا حبيبي يعني هاني، حبيبي انت هاني. عارف ان انت بالنسبه لي حاجه جامده، وانا عشان بحبك انا قلت اللي عندي النهارده كله طلعته. في ناس كتير عرفت اسلام يمكن في ناس كتير ما كانتش تعرف اصلا اسلام عايش ازاي، فاكره دايما اسلام ورا الصور نجم بقى وستار وكده. في ناس كتير ما تعرفش انا عايش ازاي وحياتي ماشيه ازاي. طبعا الحمد لله على كل شيء. اهم شيء بس ان انت مهما قابلت مهما شفت ما تقعش، ودايما تبقى قوي. بس هنختمها مع اسلام القوي، اسلام صاحب كارت الاحتراف، اسلام صاحب الميداليه الذهبيه من بق الاسد، من جوه بق الامريكان خد الميداليه وخد المركز، وقف وثبت نفسه بدون دعم اي حد. كان معاكم كابتن هاني في ضيافة كابتن اسلام جوه لاس فيجاس، بعد ما ربنا كلل تعب كابتن اسلام بالنجاح وبقينا ابطال محترفين وبقينا نجوم. بنقول لك شكرا. شكرا. ويا رب يا رب اللقاء اللي جاي اعمله معاك وانت مستر اولمبيا. حبيبي هاني، حبيبي تسلم لي. شكرا كابتن اسلام. شكرا. سلام عليكم.